السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. اليوم نتابع في المواقع المجانية. جئتكم بموقع لاختصار الروابط، هو في الحقيقة أفضل موقع، يعطي أكبر نسبة من بين جميع مواقع اختصار الروابط. يمكنك اختصار أي رابط لمدونتك لأي موقع أنت تعمل فيه ونشره، وبالتالي إحضار الروابط عند الضغط عليه تكسب طبعا مجانا، ويمكنك السحب عند الوصول إلى $3. نبدأ بالتسجيل الآن. عند الضغط على الرابط تظهر لنا هذه الواجهة. نضغط هنا على الخيارات اصنع حساب، وهذه صفحة التسجيل إخواني. نضع في المربع الأول اليوزر نيم، اسم الدخول، ثم الإيميل، ثم الباسورد، ونعيد الباسورد، ونضغط على الكابتشا وموافقة على الشروط عرض يتم الدخول. طبعا أنا مسجل، سوف أدخل إلى حسابي. نذهب إلى تسجيل الدخول، نضع اليوزر نيم أو الإيميل وكلمة السر. نرى الآن الواجهة من داخل حسابي إخواني. هذا 4 ضغطات، انظروا، 4 ضغطات فقط، هي 0.012 سنت. الدفع عند الوصول إلى $3، وتجدون هنا أي جديد عن الموقع. الجديد الموقع يقول لنا قد رفع سعر المملكة المتحدة إلى $8.2، وألمانيا إلى 8، والإمارات العربية المتحدة 8.4. مبالغ كبيرة جدا بالنسبة لباقي مواقع اختصار الروابط إخواني. طبعا أرباح الإحالة وأرباح الذي نراه الآن هو أرباح فقط ضغطاتي هنا، ليس لا يوجد أي شيء على الإحالة. إلى الخيارات الآن نذهب إلى الدعوات لإحضار الرابط ونشره. نجد الرابط هنا كما ترون، يمكننا نشر هذا الرابط لزيادة الربح. أي رابط طبعا نحضره إخواني نضعه هنا، ويمكننا نضغط تقصر هنا فيتم تقصيره ويظهر لنا الرابط ونقوم بنشره. بالنسبة للسحب إخواني، سوف نذهب إلى سحب. رصيدي الآن هو 2 سنت فقط، في حوالي 50 ضغطة فقط، يعني أرباح رائعة جدا. إذا قمنا بالتركيز على هذا الموقع سيعطينا الكثير. يقول لنا هنا عندما يصل حسابك الحد الأدنى وهو $3 أو أكثر، يمكنك طلب أرباحك من هنا، ويتم إرسال الدفعة إلى باي بال. يتعامل مع باي بال خلال 48 ساعة، وأيضا يتعامل الموقع مع بيتكوين أيضا إخواني. وهذا كل شيء عن الموقع، موقع سهل جدا. نقصر الرابط هنا في المربع الأول، نضع الرابط ونضغط تقصر أي رابط ممكن أن نضعه هنا ونقصره إخواني. هكذا يظهر لنا الرابط هنا في الخانة الثانية، نقوم بنسخه ونشره. أرجو من المتابعين ومن يرانا لأول مرة الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ولايك لي إذا أعجبكم الفيديو إخواني، وأرجو الاشتراك من الجميع لدعمي لمواصلة البحث عن المواقع المجانية المضمونة التي تدفع ونشرها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.